أهلا وسهلا بكم في إدارة العمليات الـ Operations Management. موضوع محاضرة اليوم هو الـ Supply Chain Management أو إدارة سلسلة أو سلاسل التوريد أو سلاسل الإمداد. لو أنا كشركة بصنع منتج أو بقدم خدمة وعايز أنافس في السوق وعايز أحسن أداء طويل المدى للشركة، ما ينفعش أتقوقع داخل الشركة وأغفل المراحل اللي بتسبق وصول الخامات أو المكونات، وأيضا ما ينفعش أغض الطرف عن المراحل اللاحقة للمنتج النهائي. هعمل زوم أوت، لازم أعمل زوم أوت وأدرس ما يعرف بسلاسل الإمداد وأدير سلاسل الإمداد بكفاءة وفعالية. إيه هي سلاسل الإمداد أو إدارة سلاسل الإمداد أو سلاسل التوريد أو سلسلة التوريد؟ هي إدارة تدفق السلع والخدمات، وتشمل جميع العمليات اللي من شأنها تحويل المواد الخام إلى منتجات نهائية. سلاسل الإمداد بترتبط ارتباط وثيق وارتباط جوهري بينها وبين الأوبريشنز وبين العمليات. ما ينفعش أي مؤسسة تجارية إنها تستغنى عن واحدة من الاتنين، ما ينفعش تركز على الـ Operations وتنسى الـ Supply Chains، أو تركز على الـ Supply Chains من غير ما تركز أو تدرس الـ Operations. طيب، سلسلة التوريد أو سلسلة الإمداد هي حابين نعرفها تسلسل، عبارة عن تسلسل حاجات ورا بعضها من المنظومات. مجموعة منظومات بتشمل المرافق، الفاسيلتيز بتاعت المنظومات دي، الوظائف، كل الأنشطة الخاصة بهذه الأورجانيزيشنز، وكل ما يشارك في إنتاج المنتج physical product أو السلعة أو تقديم الخدمة. دي تعريف supply chain. طيب، عملية السبلاي تشين كأنها سلسلة بالضبط، يبقى في تسلسل، في علاقة وثيقة، ارتباط وثيق ما بين السبلايرز من أول ما بتعامل مع الموردين لحد ما أوصل للإند يوزر أو الفاينل يوزر أو الكاستومرز بتوعي. طب بيبدأ التسلسل أو السلسلة بتبدأ من فين؟ ببدأ بسبلايرز، مجموعة سبلايرز، موردين، الموردين بيورد الموردين، وهكذا في تسلسل الموردين الأساسيين للمواد الخام من أول المادة الخام. بيمتد التسلسل ده، لأنه عبارة عن إيه؟ عبارة عن سلسلة chain. بيمتد التسلسل لحد فين؟ لحد ما يوصل للعميل. التسلسل سلسلة، حلقة مع حلقة مع حلقة، لحد ما أوصل للفاينل كونسيومر، المستهلك النهائي دي السلعة جود أو الخدمة، الخدمة المقدمة. زي ما هو موجود بالشكل ده، عندي مجموعة موردين أساسيين، وعندي بروديوسر منتج، وعندي طبعا فاسيليتيز موجود فيها عملية الإنتاج، المنشأة الصناعية أو المنشأة الخدمية أو المرفق الإنتاجي أو التجاري، تشمل معايا مستودعات، موزع، تشمل مصانع، تشمل معالجات بروسيسنج، تشمل مكاتب، تشمل مراكز توزيع ديستريبيوتر زي ما احنا قلنا، منافذ بيع بالجملة، منافذ بيع بالتجزئة، وأيضا كل الأنشطة المختلفة اللي بتكون موجودة في المراحل دي أو التسلسل ده. زي إيه؟ زي أنشطة التنبؤ، الفوركاستنج، عملية الشراء، إدارة المخزون inventory management، ضمان الجودة، scheduling، جدولة إنتاج، توزيع، خدمة عملاء، وخلافه. كل الأنشطة المختلفة دي كلها تدخل في السبلاي تشين. السبلاي تشين موضوع كبير، من هعمل بقى زوم اوت وادرس كونسيدر كل الانشطه بتاعتي، مش بس عمليه الانتاج، ما قبل الانتاج، الموردين الاساسيين اللي بيورد الموردين،
تجار التجزئة، تجار الجملة، لحد ما أوصل للفاينل كونسيومر. دي هي مين؟ السبلاي تشين أو سلاسل التوريد. عشان نفهم سلاسل الإمداد تعالوا ناخد إكزامبل أو مثال كلنا نعرفه، وهو السبلاي تشين للبريد، لرغيف الخبز. عملية السبلاي تشين دي بتبدأ لإنتاج رغيف خبز. عشان أنتج رغيف خبز بتبدأ بزراعة القمح في مزرعة معينة، وبتنتهي لما يجي زبون معين بيحتاج يشتري كيس عيش أو بيشتري رغيف خبز. ببدأ السلسلة بتاعتي بمزرعة هزرع فيها القمح، وبالتالي أحتاج سبلايرز. عشان تتم عملية زراعة القمح وحصاده محتاج معدات، معدات ري، معدات حصاد، معدات زراعة، معدات تسميد، محتاج بذور، محتاج أسمدة، محتاج مبيدات حشرية، محتاج وقود، محتاج طاقة، وهكذا. كل ده عشان أعمل إيه؟ عشان أنتج القمح، أزرعه وأحصده. بعد كده هنقل القمح إلى المطاحن، فمحتاج تراكس، محتاج ريبير، صيانة للتراكس دي، وأنتقل للمرحلة اللي بعدها وهي مرحلة طحن القمح عشان أنتج الدقيق. دي بيتم في المطاحن، برضو هحتاج سبلايرز، محتاج equipment سبلايرز، مورد أو إمداد بالمعدات المختلفة اللازمة لعملية الطحن. المعدات دي محتاجة إصلاح وصيانة، هحتاج طاقة عشان أشغل المطاحن دي. بعد كده أنتجت الدقيق، محتاج أنقل الدقيق ده trucking لفين؟ للمخابز. هنتج الدقيق للمخابز عشان أوزع الدقيق على المخابز، والمخابز تبدأ إنتاج عملية الخبز. العملية دي هتحتاج برضو معدات، معدات للنقل، معدات للخبز داخل المخابز، محتاج صيانة للمعدات دي. ممكن أضيف بعض الإضافات اللي بتحسن مثلا من النكهة، زي الخميرة مثلا على سبيل المثال للخبز أو لإنتاج الخبز. محتاج طاقة لتدوير المخابز دي. بعد كده أنتقل لمرحلة أخرى بعد عملية الخبز، نقل الخبز إلى محلات البقالة عشان تبيع الخبز، وبالتالي هحتاج تراكس، هحتاج شاحنات لنقل الخبز، هحتاج شاحنات دي بتشتغل بوقود، الشاحنات دي محتاجة صيانة وعمرات، محتاجة إطارات، محتاجة سواقين، السواقين بأمن عليهم بديهم راتب، وهكذا إلى أن أنتهي بعرض محل البقالة للخبز وبيع الخبز في النهاية للإند يوزر أو المستهلك النهائي. هتلاحظ إن قيمة المنتج بتزداد كل ما المنتج ده يمر على مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد أو سلسلة التوريد، قيمة المنتج بتزيد. يبقى اذا في فاليو ادد، وبالتالي لو حبيت ابيع المنتج ده فليه قيمه للبيع، في فاليو اوف برودكت. فكل مرحله فيها قيمه مضافه بترفع السعر النهائي للمنتج. على سبيل المثال اول مرحله عمليه انتاج القمح وحصاده الزراعه والحصاد، هنقول والله الرغيف ده هيكلفني 10 قروش، وبالتالي لو حبيت ابيع هبيع طبعا بطن القمح، فالرغيف مثلا هيمثل من سعر الطن ده كله مثلا 10 قروش، وبالتالي هدخل المرحلة اللي بعدها على سلسلة الإمداد اللي هي تخزين ونقل القمح إلى المطاحن. هنقول عملية النقل دي هتكلفني 8 قروش، وبالتالي بعد ما أنا نقلت القمح للمطاحن أو المخازن أو صوامع التخزين بتاعته أصبح قيمة الرغيف حوالي 18 قرش. طيب هنتقل للمرحلة اللي بعدها اللي هو طحن القمح لإنتاج الدقيق. عملية الطحن دي هنقول هتكلفني الرغيف 15 قرش، يبقى كده قيمة رغيف الخبز حوالي 33 قرش. هنتقل للمرحلة اللي بعدها ألا وهي عملية الخبز، إنتاج الخبز داخل المخابز. هنقول والله الرغيف هيكلفني عملية 35 قرش عملية الخبز. طبعا قبل عملية الخبز فيه نقل، النقل هيكلفني 8 قروش،
والخبز هيكلف لي رغيف الواحد 35 قرش. يبقى كده لو انت سعادتك اشتريت مثلا رغيف الخبز مباشرة من المخبز، قيمته value of product حوالي كام؟ حوالي 76 قرش. طيب انتقل للمرحلة اللي بعدها على سلسلة الامداد، لسه ما رحناش للاند يوزر او سلسلة نهاية سلسلة التوريد او سلسلة الامداد. المرحلة اللي بعدها هي ايه؟ مرحلة نقل الخبز الى محلات البقالة. نقول والله عملية النقل دي احنا موحدين التسعيرة 8 قروش مثلا لقيمة النقل، 8 قروش للرغيف الواحد، وبالتالي بعد عملية النقل هتشتري سعادتك رغيف الخبز ب 84 قرش لو تشتري مثلا من العربية. بعد كده المرحلة الأخيرة بقى اللي هو مين؟ عرض محل البقالة للخبز وبيعه. لو رحت محل البقالة عشان تشتري خبز هتلاقي العملية دي فاليو قالت بتاعتها 16 قرش، يعني كأن هامش الربح بتاع مين؟ بتاع البائع بتاع السوبر ماركت ده، طبعا داخل فيه المصاريف بتاعته 16 قرش. وبالتالي فاليو اوف برودكت كده وصلنا لنهاية السلسلة حوالي جنيه 100 قرش. يبقى سعادتك هتروح تشتري رغيف الخبز من السوبر ماركت كتوتال فاليو ادد بجنيه واحد سعر الرغيف. في طريقة تانية نفكر بها في سلسلة التوريد، وهي اننا نعتبر سلسلة التوريد دي عبارة عن شجرة لها فروع كتير، كل فرع فيه افرع منه. يبقى الفروع الرئيسية للشجرة، الفروع الرئيسية للشجرة دي عبارة عن مين؟ الموردين، عبارة عن المين سبلايرز والناقلين ترانسبورترز. يبقى الموردين والناقلين الرئيسيين، زي مثلا في الشركات النقل بالشاحنات ده يعتبر ناقل رئيسي. التصور ده هيفيدنا في فهم الحجم بتاع سلسلة التوريد، يا ترى شجرة كبيرة وفيها تفريعات كتيرة ولا شجرة صغيرة. يبقى فهم الحجم وبالتالي درجة التعقيد، في شجرة تلاقيها فيها أفرع كتير تلاقي الأفرع معقدة، وفي شجرة سيمبل فيها كام فرع تقدر تعده. يبقى التصور ده لما أنا أبص للأفرع الرئيسية على أنها موردين رئيسيين وناقلين رئيسيين، كده أنا هفهم درجة التعقيد الموجودة في السلسلة، سلسلة التوريد. هتلاحظ إن الفروع الرئيسية للشجرة لها فروع جانبية، كل فرع رئيسي ليه أفرع جانبية، يعني هي دول الموردين الرئيسيين بتوع الأفرع الجانبية دي. الفروع الجانبية ليهم مين؟ مورد رئيسي. الأفرع الجانبية ليهم مورد رئيسي. الفروع الجانبية لها فروع جانبية خاصة بها، تلاقي فيه فرع جانبي خاص بالفرع ده، يعني أفرع متفرعة من بعضها. يعني كل شركة لها الموردين الرئيسيين، أو كل سلسلة على سلاسل التوريد لها الموردون الرئيسيون، زي مثلا ما شفنا في مثال إنتاج أو السبلاي تشين الخاصة برغيف الخبز. سلسلة التوريد عندنا مثلا الموردين الرئيسيين اللي هي ايه؟ المزرعة على سبيل المثال، والمطاحن والمخابز وشركات النقل، دول هيكون ليهم شجرة الموردين الخاصة بيهم. يعني عشان اعمل عملية الزراعة دي محتاج موردين يوردوا لي قطع غيار، معدات الري، يوردوا لي آلات الزراعة وآلات الحصاد، ويوردوا لي الوقود اللازم وهكذا. يبقى إذن إن أنا أتصور إن السبلاي تشين عبارة عن شجرة، كل منتج ممكن أرسم له أو أتخيل الشجرة بتاعته عشان أفهم حجم سلسلة التوريد، وبالتالي برضو أعرف درجة التعقيد. طيب لو حبينا ننظر لسلسلة أو سلاسل التوريد بالنسبة للمؤسسة الأورجانيزيشن، هنلاقي إن سلسلة التوريد لها جوانب خارجية external ولها جوانب داخلية internal.
يعني كان في اجزاء خارجيه واجزاء داخليه. طيب الاجزاء الخارجيه لسلسله التوريد دي هتكون خاصه بايه؟ خاصه بالمواد الخام، خاصه بالبارتس او الاجزاء والمعدات اللي هي عباره عن مدخلات عمليه الانتاج، مدخلات الانتاج. يبقى المواد الخام وكل ما يلزم للمعدات يعبر حدود الاورجنايزيشن داخلا، يعني كما بتعتبر انبوتس للبرودكشن، عشان ايه؟ عشان انتج سلعه او اقدم خدمه. ده يعتبر اكسترنال سايد او جانب خارجي لسلسله التوريد. في اجزاء داخليه لسلسله التوريد دي بقى عباره عن كلمه داخليه جت من فين؟ انها منها فيها. ده جزء لازم من وظيفه العمليه نفسها، داخل في الاوبريشنز نفسها، خاصه بتزويد العمليات بالمواد والاجزاء اللازمه لاتمام الانتاج. يعني كاني كده في جزء داخلي للسلسله ده خاص بتغذيه العمليات نفسها، تزويد العمليه وبالمواد والاجزاء اللازمه لاتمام الانتاج. وفي جزء خارجي، خارجي ده يمتد لخارج الاورجنايزيشن، خاص بتوريد المواد الخام والمعدات اللازمه اللي هي تعتبر مدخلات انتاج مباشره. Supply Chain Management او اداره سلسله التوريد. لو حبينا نعرف اداره سلسله التوريد هنقول هي عباره عن تنسيق استراتيجي لكل وظائف الاعمال داخل اي بزنس اورجانيزيشن، وبعمل عمليه الكوردينيشن ده في جميع انحاء سلسله التوريد. لغرض ايه؟ من اجل ايه؟ من اجل دمج اداره العرض والطلب. كده بربط العرض مع الطلب، بربط الكاستمرز مع السبلايرز. مين المنوط به يعمل سبلاي تشين مانجمنت؟ اكيد مانجرز مخصوصون لاداره سلسله التوريد. مديرو سلسله التوريد هم اشخاص على مستويات مختلفه، يعني مش شخص واحد، دول ليفلز، اداره دنيا وسطى عليا. ليفلز مختلفه داخل اي منظومه تجاريه او منظومه انتاجيه او خدميه، مسؤولين عن اداره العرض والطلب داخل مؤسسات الاعمال وغيرها. المديرين دول بيشاركوا في تخطيط وتنسيق جميع الانشطه. ايه هي الانشطه؟ بتشمل ايه الاكتيفيتيز دي؟ بتشمل السورس للمواد، مصادر المواد، عمليه الشراء، شراء المواد، شراء الخدمات، انشطه التحول، عمليه اضافه قيمه للمنتجات او الخامات، الخدمات اللوجستيه. ظهرت هنا كلمه لوجستيه. اللوجستيات دي او اللوجيستكس دي احد الفيتشرز المهمه اللي بتميز لمين؟ بتميز اداره سلسله التوريد. طب ايه هي لوجيستكس؟ عمليه اللوجيستكس داخل السبلاي تشين لو حبينا نعرفها هي عباره عن جزء اساسي من سلسلة التوريد، متضمنة في تدفق أمامي وتدفق عكسي. إيه تدفق أمامي وتدفق عكسي؟ طبعا تدفق أمامي للسلع والخدمات. طيب تدفق عكسي، ده ممكن يبقى عندي معلومات على السبلاي تشين، ممكن يبقى في نقد، في أموال، في كاش على السبلاي تشين، زي ما هو موضح بالشكل ده. أبص ألاقي السبلاي تشين، ببدأ مثلا بالسبلايرز وبتحرك للأمام، ادخل على البرودكشن، عمليات الانتاجيه المختلفه، وبعد كده اللوجيستكس. ادي اللوجيستيات ظهرت في القلب من التدفق الامامي اهو، وعندي كده بوصل للكاستمرز، ربطت السبلايرز مع الكاستمرز. بعد كده ده فيه ريفرس لوجيستكس، فيه لوجيستيات عكسيه. اللوجيستيات العكسيه دي اللي باللون الاخضر زي الكاش فلو، التدفقات النقديه. دلوقتي الكاستمرز هيدفع فلوس، او الراجل الطرف الثالث، ممكن يبقى عندي طرف ثالث هو ده اللي هيخدمني في العمليات اللوجستيه او خدمات لوجستيه، بيقدم لي خدمات لوجستيه. ففي تدفق للاموال، للنقد، الكاش فلو. الكاستمرز برضو تدفق للاموال والمعلومات للطرف ثالث اخر، لوجستيات او لوجيستكس. بعد كده البرودكشن، بعد كده السبلايرز. يبقى ده المقصود منه عمليه التدفق الامامي والعكسي للسلع والخدمات. يبقى عمليه اللوجستيات دي او اللوجستيات، اللوجيستكس، ده جزء اساسي متضمن في التدفق الامامي والعكسي.
طيب إدارة اللوجستيات دي اللوجيستكس مانجمنت بتشمل إيه؟ بتشمل إدارة الوارد، كل الوارد اللي عندي، كل السبلاي، الترانسبورتيشن، النقل للخارج، أنا عايز أنقل للخارج، أنقل للبرودكشن فاسيلتيز، عايز أنقل للطرف الثالث لإدارة اللوجستيات، أنقل للكاستمرز والعكس، يبقى محتاج ترانسبورتيشن، محتاج ماتيريال هاندلنج، مناولة مواد، محتاج تخزيني، تخزين ويرهاوسنج، محتاج ويرهاوسنج ومحتاج انفنتوريز عشان ألبي الطلب، أي طلبية تجيني لازم ألبيها، يبقى محتاج انفنتوري، محتاج أوزع، محتاج ديستريبيوشن سنترز، محتاج خدمات لوجستية من قبل طرف ثالث. وآدي اللوجستيات العكسية، مثلا مش لازم هتكون السلع والخدمات في التدفق الأمامي، لأ ده ممكن كمان يبقى فيه تدفق عكسي لسلع وخدمات، إزاي؟ إعادة البضائع من العملاء، المرتجع اللي بيرجع معاه، ففي مرتجع كده على مين؟ على التدفق الخلفي، يبقى دي منظومة إدارة سلسلة التوريد. الجوانب الأساسية لإدارة سلسلة التوريد، كل مؤسسة تجارية دي بتعد جزء من سلسلة توريد واحدة على الأقل، يبقى داخلة في سبلاي تشينز بقى، والعديد من هذه المؤسسات جزء من سلاسل توريد في كثير من الأحيان. طيب أنا ممكن كده أحدد عدد ونوع المنظومات دي في سلسلة التوريد، أحددها إزاي؟ أيوة تمام، أشوف لو سلسلة التوريد دي تصنيعية أقدر أشوف كام مؤسسة موجودة على سلسلة التوريد دي، وبالتالي أقدر أعرف كام سلسلة توريد، أو إذا كانت خدمية برضو فأقدر أشوف كام Service Organization موجودة على السبلاي تشين دي. أحيانا بيتم الإشارة لسلاسل التوريد مادام في تشابك كده باسم الفاليو تشين، سلاسل القيمة، يبقى أنا كأن كده بشوف إيه العلاقة بين البيزنس أورجانيزيشن دي سواء تصنيعية أو خدمية والبيزنس أورجانيزيشن الأخرى، هل في فاليو مشتركة ما بين الاتنين، فاليو تشين، وبالتالي أقدر أقرر أو أدير في عملية الإدارة إن أنا أحدد السبلايرز، أحدد الأوبريشن، أحدد العمليات اللوجستية، أحدد أخزن فين والعدد اللي أنا أخزنه. يبقى كلمة الفاليو تشين ده مصطلح بيعكس لي مفهوم القيمة المضافة، يبقى كل شوية مع عملية تقدم السلع والخدمات عبر السبلاي تشين في فاليو ادد موجودة بتتقدم معايا، القيمة دي بيحصل لها بروجريشن. بتشتمل سلسلة التوريد او القيمة، خلاص بقى ممكن نسميها فاليو تشين او سبلاي تشين، على مكونين اساسيين، لازم يبقى فيه مكونين أو two feeders عندي، المكون الأول اسمه مكون توريد supply، المكون الثاني اسمه مكون طلب demand، وبناء عليه أقدر أحدد تدفق القيمة دي. بيبدأ مكون التوريد في بداية السلسلة، أول السلسلة هيكون في مكون توريد في supply، وبينتهي بحصص معينة زي مثلا حصص الإعاشة الداخلية على سبيل المثال للمنظومة. لكن مكون الطلب بيبدأ لي في السلسلة من نقطة اللي بيتم فيها تسليم مخرجات المنظومة إلى العميل، بسلم المخرجات الأوتبوت بتاعي سواء جودز سلع أو سيرفيس خدمة للعميل المباشر دايركت كاستومر. يبقى كده الطلب بيبدأ من تسلم، مجرد ما أسلم المخرجات بتاعتي للعميل المباشر كده بدأت مين؟ بدأت الطلب بتاعي. تنتهي بإيه؟ تنتهي مع العميل النهائي في السلسلة، العميل النهائي الـ End User الموجود في Supply Chain أو في Value Chain. طب إيه الجوانب الأساسية لأي Supply Chain Management؟ في عدة جوانب، وحبينا نقول إيه الجوانب الأساسية دي. نبدأ مثلا بحاجة اسمها الـ Outsourcing، إن أنا لازم أحدد عشان أقول ده أنا بعمل إدارة للـ Supply Chain، لازم احدد الليفل اوف اوتسورسنج، طبعا مش اي ليفل اوف اوتسورسنج، الابروبريت
المناسب. طب ايه عمليه الاوت سورسنج دي؟ ايه هي الاوت سورسنج؟ اوت سورسنج ده ان انا بستعين بمصادر خارجيه، بستعين بمصادر خارجيه. الاستعانه بمصادر خارجيه دي ده احد ممارسات الاعمال، كل البيزنس اورجانيزيشن بتستعين بمصادر خارجيه. يبقى انا بستعين بطرف خارج الشركه عشان يؤدي لي خدمه معينه او يورد لي سلعه معينه. الخدمه او السلعه دي كان ممكن اعملها بالطريقه التقليديه داخل الشركه، اقدر اعملها، الموظفين اللي عندي يقدروا يقوموا بيها. لكن بعمل كده، بعمل الاوت سورسنج او بتلجا الشركات لاجراء الاوت سورسنج من اجل حاجه واحده اللي هو ايه؟ خفض التكاليف. يبقى في السبلاي تشين مانجمنت انا لازم اقرر اعمل اوت سورسنج بانسب طريقه ازاي؟ لازم الطريقه بتاعتي تبقى طريقه ايه؟ طريقه مناسبه. يبقى ده كي اسبيكت اوف سبلاي تشين مانجمنت. لو انت تصدرت المشهد قلت انا مدير سلسله التوريد، لازم تعرف تحدد وتقرر تعمل تاخد ديسيجن ايه هو الابروبريت ليفل اوف اوت سورسنج. تاني حاجه مانجمنت بروكيورمنت، كل عمليات الشراء سعادتك هتديرها اداره مباشره، كذلك هتدير السبلايرز كل الموردين، قائمه الموردين اللي عندك، الشركات اللي بتورد الفيندورز السبلايرز، لازم تبقى في مانجنج لعمليه السبلاي دي، كذلك مانجنج كاستمر ريليشن شيبس، العلاقه بين الكاستمرز وبعضها، العلاقه بينك وبين الكاستمر، بين مقدم الخدمه او مطور الخدمه ومتلقي الخدمه، بين منتج السلعه ومستخدم السلعه. لازم تدار هذه العمليه اداره بكفاءه وفعاليه. كذلك being able to quickly identify problems and respond to them، ودي وظيفة المدير أو إحدى وظائف المدير، لازم على طول يبقى عينه إزاي يكشف الـ problems في المستقبل القريب، إزاي يهندل الـ problems دي، إزاي يستجيب للـ problems، إزاي يبقى فاير فايتر. فدي كلها أحد الـ key aspects للـ supply chain management. أي مدير للـ supply chain لازم يبقى أوير بالأسبكتس دي كلها. ممكن نلخص الجوانب بتاعت إدارة سلسلة التوريد في حاجة واحدة بس، ألا وهي إدارة التدفق، Flow Management. يبقى كده كل جوانب إدارة سلسلة التوريد نقدر كده نحطها في كبسولة إنها إيه؟ إدارة التدفق. طيب تدفق إيه؟ زي ما شفنا في سلايد قبل كده عندنا في تدفق أمامي وتدفق مباشر. لو أنا عرفت أدير التدفق ده يبقى أنا نجحت في إدارة سلسلة التوريد. طب نقدر نقسم إدارة التدفق لثلاث أنواع. هنقول تدفق إيه؟ تدفق منتجات وخدمات زي ما شفناه كتدفق مباشر، تدفق معلومات، وتدفق مالي زي ما شفناه في الرجوع او في التدفق العكسي. يبقى كده لو انا نجحت في ادارة تدفق المنتجات والخدمات، ونجحت في ادارة تدفق المعلومات، ونجحت في ادارة التدفق المالي، يبقى انا كده بعمل ايه؟ بعمل supply chain management. طيب تعال نفصل في الثلاث حاجات دول، التلات انواع. تدفق المنتجات والخدمات ده بيتضمن ايه؟ بيتضمن تدفق المنتجات والخدمات، حركة البضائع او الخدمات من الموردين إلى العملاء. كده ببدأ بالسبلايرز ويحصل فلو لحد ما أوصل لمين؟ الكاستمرز، بالإضافة طبعا للتعامل مع احتياجات خدمة العملاء. عندك في خدمة عملاء وفيه مرتجع للمنتجات دي، لازم تعرف إزاي تهندل المرتجعات دي، فده يعتبر إيه؟ تدفق منتجات وخدمات. طيب النوع الثاني من التدفق اللي هو تدفق المعلومات information flow، ده بيتضمن ايه؟ بيتضمن مشاركة بيانات التوقعات. انت بتعمل forecasting، بتتوقع الديمان، بتتوقع المبيعات، ارسال الطلبيات، دي معلومات، لازم في information system لكيفية التعامل مع الاوردرز المختلفة، تتبع الشحنات، لازم في برضه
مانجمنت انفورميشن سيستم لتتبع شحنات التراكنج، تحديث حالة الطلب الديماند ده الحالة بتاعته، اخباره ايه، الطلب جاري، انهاء الطلب، تم انهاء الطلب، تم وقف الطلب. لازم احدد الاستيتس بتاعت مين، بتاعت الطلب. طيب الجانب الثالث او النوع الثالث من الفلو التدفق هو التدفق المالي. التدفق المالي لازم يتضمن عندي شروط الائتمان، شروط الدافع، شروط تسليم الشحنة. ازاي بيتضمن عملية تملك السلعة او الخدمة وازاي انقلها. التقدم التكنولوجي عزز الثلاث حاجات دول، عزز عملية الفلو، عزز التقدم التكنولوجي الى حد كبير القدرة على ادارة هذه التدفقات. يبقى كده إدارة التدفق المالي وتدفق المعلومات، خصوصا تدفق المعلومات، تدفق المنتجات والخدمات. التقدم التكنولوجي ده بحد كبير خلى عملية إدارة التدفقات ده عملية فعالة، بقت إدارة فعالة. كذلك أدى الانخفاض الكبير في تكلفة إرسال المعلومات، يعني بدل ما كنت عشان أبعت معلومات ببعت مثلا بالبريد والكلام ده، ده ممكن حاليا باستخدام الإنترنت والموبايل ابلكيشن بتلقى المعلومات بطريقة سريعة وأقل تكلفة. ده كله أدى إلى زيادة سهولة وسرعة الاتصال. أدى برضو الكلام ده إلى تسهيل القدرة على تنسيق أنشطة سلسلة التوريد، وبالتالي أقدر أتخذ قرار سريع، أتخذ قرار في الوقت المناسب. طبعا الكلام إيه؟ كلام حلو، لكن في الواقع سلسلة التوريد أو إدارة سلاسل الإمداد أو سلاسل التوريد دي عملية إيه؟ عملية معقدة. كل ما شبكة التوريد تبقى معقدة، كل ما إدارة سلسلة التوريد تبقى أكثر تعقيدا. طب أنا بحتاج كده السبلاي تشين مانجمنت، يبقى كده لازم محتاج إدارة، مش العملية عرفت السبلاي تشين وأسيب العملية تمشي كده، لا. فأنا محتاج السبلاي تشين، طب محتاجها ليه؟ هتسهل لي إيه؟ هتحسن لي العمليات، هتحسن لي الاوبريشنز. لما انت تطلب في الوقت المناسب من السبلايرز، يبقى عندك قائمه سبلايرز، تعرف تهندل الدنيا مع السبلايرز، كده انت هتحسن الاوبريشنز، تقدر تستجيب للعملاء بسرعه وتشوف الليد تايم بتاعك تقلله، تقدر تزود الليفلز اوف اوت سورسنج، التعامل مع المصادر الخارجيه، increasing transportation costs، لما تكون تكاليف النقل عالية وبتتزايد فدي محتاجة ايه؟ wise management، محتاجة ادارة عاقلة. يبقى انا لازم يبقى عندي supply chain management عشان transportation costs ما تبقاش بتزيد باستمرار. competitive pressures، في ضغوط تنافسية عليك، وبالتالي لازم تستخدم ادارة supply chain. كذلك increasing globalization، العالم اصبح قرية صغيرة وانت مش فيه لوحدك، فلازم ايه؟ تدخل عندك في المنظومة بتاعتك الorganization، تدخل supply chain management وتبدأ تنشر الثقافة دي. increasing importance of e-commerce، التجارة الالكترونية والتعامل والبيع والشراء عبر الانترنت ده بيزود اهمية او بيعطي اهمية للsupply chain management. كذلك زيادة درجة التعقيد، supply chain دي بتزداد تعقيدا كلما ازداد حجم الأعمال المختلفة. Benefits of supply chain management، أول فائدة لما أنا أعمل إدارة سليمة لسلاسل التوريد هو lower inventories، إن أنا بيكون حجم المخزون اللي عندي EL، يبقى كده هيبقى سلسلة التوريد أصبحت أكثر رشاقة، إن أنا تخلصت من كل الترهلات، كل الزيادة في الـ unnecessary production أو الـ unnecessary warehousing، عمليات التخزين وخلافه. فيبقى كده عشان أفهم عملية الـ lower inventories على سلاسل التوريد أو على الـ supply chain management، هنقول لدينا ما يسمى بالـ bullwhip effect أو تأثير الصوت، أو بيسموه تأثير فورستر. دي نظرية معينة عشان نفهم النظرية دي لها علاقة مباشرة بحجم الانفنتوري.
لو الفاينل كاستمر طلب من تاجر التجزئة 8 وحدات من منتج ما أو من سلعة ما، تاجر التجزئة هيطلب كام من المورد أو الموزع أو الوكيل؟ هيطلب 8؟ لا، هيطلب 10، هيطلب أكتر شوية عشان يضمن عدم نفاد الكمية. طيب المورد ده أو تاجر الجملة ده أو الموزع ده أو الوكيل ده هيطلب كام من الشركة المصنعة للسلعة دي؟ هيطلب 10؟ لا، ده هيطلب 20، هيطلب 20 عشان يحط الباقي في المخزن، يبقى عنده مخزون كافي بيضمن شحن السلع في الوقت المناسب عشان لو اتأخرت الشحنة اللي بعدها وخلافه. يبقى كده الشركة المصنعة الطلب منها كام؟ الطلب منها 20. طب الشركة المصنعة دي هتطلب كام بقى من الموردين السبلايرز بتوعها؟ هتطلب 40، هتطلب 40 برضو عشان تأخر عملية الشحن وخلافه، بيطلب زيادة. وبرضو لما تنتج الشركة دي في حاجة اسمها ضبط جودة، ففي منتجات ممكن تترفض أو مكونات أو خامات ممكن تترفض وهكذا. يبقى كده من 8 وحدات الطلب أصبح عندي 40 وحدة، 5 أضعاف. يبقى سعادتك كده ده أنت محتاج تفوق شوية، محتاج وايز مانجمنت للسبلاي تشين دي، لإدارة أو سلسلة التوريد. لأن كده لو ساعدتك، لو سبت العملية كده ماشية سبهللة على سلسلة التوريد، ده هيؤدي إلى تقلبات، تقلب ضخم في الإنتاج. ما أنت لازم تعرف هتطلب كام، يبقى عندك أوفر برودكشن، يبقى عندك زيادة تكلفة. ليه؟ لأن أنت هتخزن، بتنتج وتخزن بكميات كبيرة، وبالتالي تكلفة الاحتفاظ بالمخزون دي هتزيد. لو ما فيش أي تواصل بين حلقات السلسلة دي، التواصل ده من أحد الحاجات اللي بتعملها الإدارة، coordination و organizing، تخطيط وتنظيم توجيه ورقابة وتحكم أو ضبط، كل ده من وظائف الإدارة. لو مفيش تواصل هيحصل عشوائية على سلسلة التوريد دي، هيحصل سوء تنظيم، هيحصل سوء توقع للطلب. يبقى أنا لو استخدمت الأساليب الحديثة كساينس أند آرت في السبلاي تشين مانجمنت، يبقى كده البينيفيت الأولى لور انفنتوريز. تاني حاجة هاير برودكتيفيتي، الإنتاجية بتاعتي هتبقى عالية، أقدر أزود الإنتاجية. تالت حاجة جريتر اجيليتي، يبقى كده زي ما قلت الرشاقة بتاعة السلسلة، يبقى فيه مرونة ورشاقة وخفة في السلسلة، مفيش تكدس، مفيش اختناقات بطريقة تعمل بلوكينج. بكده أقدر أتخلص من كل الترهلات، من كل الزيادات الموجودة على سلسلة التوريد. shorter lead times، الفاينل كاستمر أو الكاستمر يطلب حاجة معينة توصله في وقت أقصر، الوقت ما بين الطلب والسبلاي أو الرد على الطلب أو تلبية الطلب ده يبقى أقل. higher profits، وبالتالي الربحية هتزيد. يبقى دي بعض الـ benefits of supply chain management. أتمنى تكون المحاضرة واضحة، وأشوفكم إن شاء الله في محاضرة قادمة. شكرا لحسن استماعكم.